سريعا كده عايز اتكلم عن حاجة مهمة تخص بلدنا. يعني بص، ظهر على الساحة تشكيل وزارة وهمي، وانا هنا بما اني برنامج رياضي بس مهموم ببلدي، اخد بس دقيقة في الموضوع ده. هات لنا كده يا استاذ محمد، الناس من الفجر، اعداء الوطن من الفجر بتاعهم يروحوا ينزلوا لك على صفحة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/1/6 تشكيل عشان يضحكوا على الناس. انا بس هنا عايز اقول للناس، يعني انا كمواطن انا مالي ومال مين اللي يجي ولا مين اللي يمشي، ليتحول هذا الفنكوش اللي قدامكم على الشاشة والإشاعة الى حديث الاهاوي والقاسي والداني والناس تتكلم في اللي فيها واللي مش فيها واللي ليها واللي مش ليها، وده اللي اعداء الوطن بيعملوه في حرب الجيل الالكترونية اللي وصلت الى الحروب الجيل الخامس اللي بيحاول يهد هذا الوطن. ويعني انا لن اتطرق للاسماء الموجودة لان لست يعني برنامج سياسي، ولكن عايز اقول ان هذا الكذب تحركت له الدولة، يعني حاجة بالعقل، رئيس وزراء تم تكليفه ويشكل الحكومة، لا يمكن أن يعلن شيء إلا بعد المرور بالبرلمان والمرور الدستوري طبقا لما جاء في الدستور بعد تصديق السيد الرئيس، وما تصدقش حاجة لما تشوف الناس تحلف اليمين. فالنهاردة ده شيء رخيص من أعداء الوطن، الغرض منه صنع البلبلة والفوضى داخل الوزارات. وهنا أنا عايز أحيي الحكومة التي أخذت تكليف الرئيس بأن تتحول إلى تسيير الأعمال بكل أمانة، فوجدنا يعني كذا نموذج منهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النهاردة الجمعة عنده افتتاحات ولقاءات، ولا تستبعد انه حتى في يوم عرفات يكون عنده جولات واحتفالات والراجل ومناسبات واجتماعات، يعمل حتى الدقيقة الأخيرة. وأنا بتكلم عن مجالي في الشباب والرياضة، وده الوزير الأمين المؤتمن الذي يؤتمن، وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يولي من يصلح، لاني انا لست بصدد مين يقعد ولا مين يمشي، ليس شغلي ولا اختصاصي، وهذه امور سياديه للدوله، واي حد يتكلم فيها لا يعي ولا يفهم. ولكن الكتاب والسياسيين بيتكلموا من منطلق دراسات ومن منطلق معلومات، لهم الحريه، لكن العامه يتكلموا ليه فيما لا يعنيهم ويحدثوا بلبله وفوضى في كل مكان. وده اللي عايزه اعداء الوطن. على طول الحكومة المصرية على لسان متحدث رسمي ومصدر رفيع نفت الإشاعات المتداولة عن وجود تعديل وزاري منتشر أو تشكيل جديد اللي انتوا شفتوه، وأطلق عليه العاقلون فنكوش، حتى أن الناس لما اتفضحت وعدى يوم واتنين وما لقيوش حاجة قال لك استدق صح. بس عايزين نتعلم، لأن ممكن حد يضرب لك إشاعة تهد البلد، وده الغرض اللي أنا بتكلم فيه. لازم نفكر، لا نتعامل مع السوشيال انها قرآن كريم، ولا نتعامل معها انها غير قابلة للكذب. 90% كذب وأونطة، 99% يا جماعة اسمه عالم تخيلي. فقبل ما تقرأ حاجة تأكد أرجوك عشان بلدك. بعد كده قال برضه مصدر حكومي رفيع، لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات الوزرية. والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة يكثف مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية طبقا لما وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والرئيس عبد الفتاح السيسي لما كلف الدكتور مصطفى مدبولي كانت التكلفات واضحة، خبرات قدرات متميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. وتكلفات الرئيس زي ما جاء في جواب التكليف اللي طلع من رئاسة الجمهورية كان واضح أن لابد من الحكومة أن تواجه كافة الصعوبات التي تحيط بالوطن. سلامة الوطن وسلامة حضراتكم أهم شيء بالنسبة للدولة، والحكومة الجديدة لابد أن تكون قادرة على التصدي لكل ما يحيط بنا من تحديات داخلية وخارجية ومواجهة الغلاء والأسعار داخليا، والعمل على
إلا أن يكون هناك غطاء اجتماعي للطبقة الكادحة والناس المحتاجة. ومصر على فكرة في التصنيف العالمي من أفضل الدول اللي عاملة برنامج الغطاء الاجتماعي، ولكن ما زال الغلاء يأكل كل ما لدينا في جيوبنا، ونحتاج من الحكومة الجديدة بإذن الله أن تنظر إلى الفقير في ظل ما تصنعه من بناء للدولة محمود ومشكور، وشغل ما تعملش من أيام محمد علي. هذه حقيقة لا تقبل الفصل. لما تروح لوزارة الشباب والرياضة، يمكن أنا بما إني بحب الاجتهاد، يا ريت كل برنامج متخصص، يعني لو برنامج بيتكلم عن السياسة، عن الاقتصاد، عن البورصة، عن أي شيء، يجتهد عشان يقول للناس إحنا فين. يعني أنا لما طلعت الإشاعة دي قلت طب أواجهها إزاي كإعلام يسعى إلى أن يكون مستنير. اجتهدت ما بين وزارة الشباب والرياضة وما بين الخبراء وما بين المتابعين وحتى المديريات على مستوى الجمهورية، وقدرت أجيب لكم نموذج مشرف لما قدمته الدولة في 10 سنوات من عهد هذا الرئيس الأمين القوي الرشيد، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنتوا عارفين عشقي للموضوع ده، ولا يعنيني من يشتم، ولا وثابت على موقفي، وأدعم بقوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختياراته سواء حكومة أو قرارات. فالنهارده تعالى شوف وزارة الشباب والرياضة في 10 سنين عملت إيه، وآخر 6 سنين أو 5 سنين ونص هي عمر وجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال حكومة المحترم معالي الدكتور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ماذا قدمت وزارة الشباب والرياضة في هذه الحقبة والنقلة التاريخية اللي اتنقلناها؟ عارف مشكلتنا إيه؟ مشكلتنا إن إحنا اختصرنا الدولة في أهلي وزمالك. مشكلتنا إن إحنا عايزين نحاسب الوزير على ضرب الجزاء وتسلل. مشكلتنا إن إحنا عايزين نقول له الأول ده غلط والتحكيم فاشل. مشكلتنا ان احنا مش عارفين اللي لينا واللي علينا. دولة تخطط لمستقبل عايزين نحاسبها على بلنتي للاهلي ما تحاسبش، ولا ركلة جزاء ظالمة اللي مش عارف مين، ولا الزمالك مشاكله فين، ولا الاهلي رايح لفين. الدولة تخطط لجمهورية جديدة بكلفاول واوفسايد وتسلل وضرب الجزاء. الدولة تعمل من اجل اصلاح ما أفسد على مدار سنين، وكنا بلا دولة وبلا هوية. الدولة تحاول أن تصنع في الجمهورية الجديدة المؤسسة التي ماتت، والحوكمة التي تغيبت، والشفافية التي انتهت، والهيكل الحكومي الذي تآكل وأصبح بل تعفن وأصبح لا يليق بهذا الوطن العظيم واسم مصر الذي يضرب في التاريخ لآلاف السنين. ما نجيش نحاسب بقى الشباب والرياضة وهي بتعمل لك اللي انت هتشوفه ده، وهي مالها ومال اتحاد الكورة ومالها ومال الدولة تخطط لرياضة فيها كرة القدم جزء وليس أساس. الدولة تخطط لشباب هم الأمل وذخيرة المستقبل. بص معايا كده في عجالة كده، أولا وزارة الشباب والرياضة عملت لك إيه خلال الفترة دي مع الدكتور أشرف صبحي بالذات في ظل وجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ف6 سنين أو أقل، أولا تعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات. وعشان أبعدك بعيد عن على عناوين الملكلكة، أحاول بالشعب والعام كده أقول لك منشأة شبابية ورياضية تمتلكها وزارة الشباب والرياضة في مصر بلغت 6430 منشأة رياضية تمتلكها هذه الوزارة. شايف الرقم 6430؟ هي عبارة عن إيه؟ أندية خاصة وأندية شركات، مراكز ووحدات الطب الرياضي، مدن شبابية ورياضية، مراكز للتعليم والابتكار الشبابي، منتديات ومعسكرات، مراكز تنمية رياضية، استادات، حمامات سباحة بمراكز الشباب، صالات أنشطة، صالات مغطاة، مشروعات ملاعب، مشروعات حياة كريمة بالقرى المصرية وغيرها بالإضافة للأندية. مشروعات الوزارة، وانا بحب لغة الارقام لان ادخلك لحاجة لاول مرة تحصل في التاريخ.
هل انت سمعت طول حياتك غير انك انت تروح لصندوق النشأ او صندوق التمويل الاهلي وتطلب من الوزير هات 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 هات؟ كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تتحول المنشآت الرياضية الى منشآت رابحة، والتحول الاقتصادي يكون مهم جدا، وده من الشيء اللي دخل بيه اشرف صبحي التاريخ، لان سيشهد له التاريخ انه الوزير الوحيد اللي حول هذه المنشآت الى منشآت رابحة، وقلل بشكل كثير وكبير الاعتماد على الدولة في مادة الايد والدعم بما يليق بالاندية ومراكز الشباب المصرية. واجيب لك نموذج لان انا بحب ادي لك المفيد اللي نقلنا نقلة تاريخية. مشروعات الإدارة الاقتصادية في وزارة الشباب والرياضة بلغت 14 مليار جنيه من سنة 18 ل 23 بس. إجمالي عائد الاستثمار من المشروعات في الأندية والمنشآت الرياضية وصل لأكثر من 6.6 من 10 مليار جنيه. نفذت الوزارة 832 مشروعا في 372 مركز شباب على مستوى الجمهورية بإجمالي عائد استثماري 3.4 مليار من 10 مليار جنيه، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص. أكثر من 4282 ملعب لكرة القدم، وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، وتطوير 14 استاد رياضي. دي مصر اللي عايزين للأجيال، مش فاول وبلنتي ورمي التماس ومين واقف غلط ومين واقف صح. احنا مش جايبين وزير يحكم مباريات عشان يرضي اهلي ولا يرضي زمالك ولا الانديه شعبيه، احنا جايبين وزير يخطط بتوجيهات رئيس قوي امين رشيد على رياضه وشباب هذا البلد. انا مش ناسي في 2014 وقبل ما يجي الدكتور اشرف صبحي بثلاث سنين، عندما سئل الرئيس في لقاءات الشباب قال حاجه، قال انت عايزين تسالوني على رياضه ما لاقيش فلوس؟ عايزين تسالوني على كاس عالم وانت ما عندكش بنيه اساسيه؟ عايز تسألني على إنجازات عالمية وميداليات في الأولمبياد وانت لا تمتلك انك تدرب الأبطال ولا تعمل لهم مشروعات قومية؟ لابد أن تضرب بجذورك الإدارية في أعماق المشكلة لتجد لها علاج ناجع، وهذا ما فعلته وزارة الشباب والرياضة بعد هذه التوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاتفرج، الفلوس في العالم كله هي التي تصنع الميدالية وتصنع الكأس وتصنع الوصول لمنصات التتويج وكأس العالم في كرة القدم وتحقيق بطولات قارية ودولية وعالمية. فاحنا عشان نعمل ده بنية أساسية واقتصاد عشان نقدر نحمي أولادنا، ده احنا بنخرب الدنيا لما بطل يهرب يروح يتجنس، لأنه لسه كان بياخد 100 جنيه وجبة و2000 جنيه اخر الشهر. تعال النهارده شوف تعظيم الارقام للحفاظ على الابطال في المشروع الاولمبي، شوف عملنا ايه لبتوع الحركه وذوي الهمم واخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه، شوف وصلنا الى ابعد ما هو ممكن، كره الجرس والناس اللي هم ربنا اداهم عين البصيره واخذ منهم نور البصر. هي دي مصر اللي لازم تبص لها حضرتك، مش ماتش كورة 90 دقيقة ولا دوري عام. لو وزارة الشباب والرياضة كده وده لله، يعني الفقرة دي أنا عاملها هي لله عشان نواجه اللي عايزين يدمروا في البلد ويقزموا دور دولة في بلنتي ورمي التماس وفاول ولاعب يطرد ولا ياخد إنذار. أقول لك فين الوزير في ماتش كورة؟ حاجة غريبة يعني. أكتر من 4282 ملعب، خلي بالك من الرقم، في كرة القدم فقط، وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، وتطوير 14 استاد. إنشاء وتطوير 14 صالة رياضية، وإنشاء وتطوير 14 نادي رياضي، وتطوير شامل لعدد 30 مركز للابتكار والتعليم الشبابي، وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة، وتطوير وحدات الطب الرياضي اللي تهلكت مع الزمن، وأندية متحدي الإعاقة اللي كانت صفر على الشمال، وإنشاء سلسلة أندية نادي النادي، وتطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادي اللي كانت بتسكنه الفيران دلوقتي عايشين فيه الأبطال.
تطوير شامل لعدد 1039 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى من مشروع الرئيس حياة كريمة، فيما تم إنشاء 266 مركز شباب جديد ضمن المرحلة الثانية للمشروع، وتطوير شامل لعدد 760 مركز شباب. تنظيم مصر أكتر، شوف الرقم ده بس عشان دي تعظيم سلام للناس اللي بتشتغل. احنا نظمنا في ظل كورونا وغير كورونا وبعد ان غبنا عن المحافل الدوليه كان الثوره الزفت اللي ربنا ابتلانا بيها دي، واخد بالك انت، ب 325 بطوله دوليه، رقم قياسي رهيب، وعربيه وقاريه حققت من خلالها الدوله عوائد ماليه وسياحيه ورياضيه اعادت لمصر الرياده، فاصبحت مصر مركزا رياضيا عالميا قادرا على استضافه مختلف المنافسات والبطولات والاحداث. اللي انا بقراه ده التقرير العالمي اللي جاي بعد استضافتنا 325 بطوله في مختلف اللعبات من كره القدم وانت رايح، ده تقرير رسمي مش كلام مرسل حد بيقابل بيه حد، لغه الارقام من خلال تقارير رسميه. مصر من منطلق التقارير في اخر احصائيه في تنظيم البطولات خلت المركز الاول افريقيا وعربيا في مؤشر المدن للتاثير الرياضي العالمي، دي احصائيه. ومدينه القاهره جت رقم 72 بعد ما كانت حوالي 300 ولا 400 وحاجه، على مستوى العالم ضمن قائمه تضم 608 مدينه مؤثره والباقي في الكليتش رايح مع العفش. وصلنا بعد ما كنا في اخر 600 الى رقم 72 في هذا الزمن المحدود. انشانا جيل جديد من المنشات الرياضيه الذكيه، عشان كده وصلنا الرقم 72 بالبطولات والميداليات. على فكره عملنا مجموعه من المدن الذكيه طبقا للمعايير العالميه، مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه والمدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه اللي نقلونا نقله تاريخيه وادونا بونص نقط خلانا نتصدر ونكون في هذا المركز المتميز. عندنا كمان مع ده عالميا عملنا مبادرات الموهوبين رياضيا بالاضافه الى تقديم الدعم للابطال الرياضيين الواعدين الاولمبيين وانقاذ اولادنا اللي كانوا طول الوقت بيعانوا من نقص الامكانيات واعدادهم وتاهيلهم للمنافسه بما يليق بموهبتهم واسم مصر عشان يشرفونا. قدامك دي احصائيه مهمه جدا، مشروع اكتشاف ورعايه الموهوبين، المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي، المشروع القومي اللي هم بتوع الحركه للموهبه الحركيه، مشروع تطوير منتخبات كره القدم، ناشئين شباب. وهنا عايز اقف عند المشروع القومي لكرة القدم، هنا ان الدولة تدخلت بعد زيارات للرئيس لأوروبا والوزير أشرف صبحي في دراسات عملها في ضوء هذه الزيارات ان اقل دولة عندها 10 منتخبات، وهنا اوصت الوزارة دون تدخل اتحاد الكرة انه يصل الى اكبر عدد من المنتخبات الناشئين، وده كان مهم جدا. حتى دلوقتي الوزير عامل لأول مرة في التاريخ جاب الناس بتوع مانشستر أكبر محاضرين في العالم في التدريب مع الجامعة البريطانية، وقال لاتحاد الكورة هات لي 22 مدرب وأنا أعلمهم وأثقلهم. وحاليا في الدورة، وكان موجود النهاردة الوزير وبالأمس، وحسام حسن وإبراهيم والجهاز الفني بيزوروا ده، والكابتن علاء نبيل المدير الفني واتحاد الكورة لأنه هو المسؤول التقني والفني، والوزارة بتدعم بملايين من أجل أن تقدم مدرب يرجع لك القوة الناعمة بتاعتك ويبقى ليه سوق في الدول العربية بعد ما يحصل على الإيه والبرو بما يليق في ظل محاضرين معتمدين تمنح من خلال الدورة دي الوزارة شهادات، وبتوع مانشستر كمان بيدوا شهادات، والجامعة البريطانية بتدي شهادات بيعتمدها هؤلاء المحاضرين. ده مهم جدا، يبقى انت بتروح لعمق المشكلة عشان تنقذنا. ولذلك في نفس الاطار اتمنى، هات لي بس التصور ده تاني، معالي الوزير بوجه له نداء على الهواء، اتمنى ان نعمل ده مع الحكام، اتمنى نعمل ده مع النقاد الرياضيين، اتمنى نعمل ده مع المعلقين. اتمنى، لان ده نقله كبيره لمصر. دوري مراكز الشباب ضمن مشروع اكتشاف ورعايه الموهوبين، وستار اوف ايجيبت بالتعاون مع ستار لاب من المشروعات العظيمه،
كابيتان مصر اللي قضى على الفساد بشكل كبير في الاكتشافات والاكاديميات، المشروع القومي للبطل الاولمبي والموهبه اللي انقذ اولادنا من الضياع عشان كانوا بيسافروا عشان ما لاقينش فلوس، لانه ده ضخ مع القطاع الخاص وتمويل يحمد عليه الوزير والوزاره بما يليق باولادنا عشان نغنيهم عن السؤال. وانا دقيق في الجمله دي لان ما ينفعش ابدا الارقام اللي كانت بتتاخد للابطال الاولمبيين سواء اللي بيتاهلوا او اللي بيتقاعدوا ويبقوا بيمدوا ايدهم ومش لاقين يعيشوا. حققت مصر اكتر من 2800 ميداليه، ما لما تعمل ده لازم تنجح. فشوف جبنا 2800 ميداليه متنوعه ما بين ذهبيه وفضيه وبرونزيه في مختلف البطولات الدوليه والقاريه والعربيه، وننتظر انجازا تاريخيا باذن الله في باريس خلال الشهر القادم. تنفيذ اكثر من 5000 مشروع في جميع المجالات وعلى مستوى جميع المحافظات، وإتاحة حوالي 130 مليون فرصة مشاركة بدءا من النشأ والشباب والفتيات وصولا لجميع أفراد الأسرة. دي مهمة جدا يا جماعة في ظل يعني حتى التصور اللي كان شايف انت عشان تجيب الأعداد دي لازم تعمل لهم بنية أساسية، ده اللي قاله الرئيس في 2014. شايف 4374 مركز شباب، 1018 نادي، 266 انشاء مراكز شباب في حياه كريمه، 357 انديه، 97 انديه خاصه وشركات، 20 مراكز وحده طب رياضي، 18 فندق ونزل رياضي، مدينه شبابيه 15 مدينه شبابيه ورياضيه، مركز الابتكار والتعليم الشبابي، منتديات الشباب 8، معسكر شبابي 9، مراكز تنميه 7، استاد 23 استاد بعد ما كان عندنا 5، 164 حمام سباحه داخل مركز الشباب بعد ما كان عندنا 0، 65 صاله انشطه بعد ما كان عندنا 7 8 صالات، 34 صاله مغطاه بعد ما كان عندنا 15 في 5 سنين ونص، وفي اجمالي 10 سنوات من عمر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. دمج الشباب والنشء في ظل هذه البنية الأساسية العملاقة من ذوي القدرات والهمم اللي بنحني لهم على الهوى ودايما بتكلم عليهم وبقول للرئيس ربنا جابر خاطرك باليوم اللي بتلتقي فيه بيهم كل سنة واللي بتنظمه وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التضامن في جميع برامج وأنشطة وتطوير قواعد بيانات المستفيدين. الوزارة عملت قاعدة بيانات بقى طبقا لتوجيهات الرئيس، ما بتجيش الناس اعتباطا، لان في برامج غطاء بتكلفنا ملايين لاولادنا دول. عشان كده لما بشوف الاسر في اللقاء السنوي لما بنكون مع فخامه الرئيس الناس بتتكلم بصدق، دي ناس ما تعرفش تكذب ولا تنافق، على باب الله هم مع الله. حتى الرئيس يقول لهم اوعوا تنسوني على الصراط ولا يوم القيامه تقولوا له عايزين عبد الفتاح معانا، دول شفافين طايرين يا باشا في الارض بجناحات الى ان يرتفعوا الى السماء مع الله. يقعد يبصوا في الريس ويحضنوا في الريس، ما حدش ده يعرف لا يقول له قول، ولو قلت له قول هينسى. ده بيطير مع ربنا، اللي في قلبه هو اللي بيطلع في الحقيقه. بص عشان تدمجهم عامل برامج وتمثيل ذوي الهمم في البرلمان وشباب الطلائع وبرامج التنشئه السياسيه والوطنيه. عارف انت قيمه اللي انا بقدمه لك؟ 90% من الالاف ولا يا عم الثلاث انفار بيتفرجوا عليا، مش هقول ملايين، اصلا ما بيسالش ايه اللي بتقدمه الوزاره للشباب. كل همكم الاهلي والزمالك والاسماعيلي والدوري اللي رايح واللي جاي والمؤجلات وضربات الجزاء والحكام والافلام الهنديه بتاعت الشعوب التي يتم تفريغ مضمونها من الانتماء. اتحدى واحد بيتفرج مذيع اعلامي يعرف ماذا تقدم هذه الوزاره للشباب. يروح يعمل احصائيه بنصرف كم مليار على الشباب. عملنا ايه للشباب وذوي الهمم والموهبه الحركيه والعجزه اللي سبناهم مرميين لسنين. كل همنا نروح ناخد انفراد كل ما تلاقي الوزير ولا الغفير ولا الرئيس ولا اللي عايز تساله على حاجه تعمل لك ترند. لكن تدي وقت نص ساعة زي كده ولا حاجة عشان تتاجر مع ربنا، لأن على فكرة دي ممكن على السوشيال مش كل الناس تهتم بيها، فيجي واحد يقول لك يا عم وأنا تعب نفسي ليه؟ إحنا بنعد في ده لينا شهر عشان نجيب المعلومات دي. مش وليدة النهاردة. حبينا نعمل حاجة بنتمنى إن كله يسلك مسلكنا عشان نقول البلد دي بتعمل إيه؟
وفي القلب منها وزارة الشباب والرياضة اللي احنا برنامجنا متخصص في الرياضة وفي الشباب. الدمج ده اسعد كل الاسر المصرية. وصلنا بقى بالخير ده كله باذن الله ل 3% مساهمة. ده خلي بالك ده رقم على مسؤوليتي التاريخي، وصلنا وهنعززه 3% مساهمة من المشاريع الرياضية في الناتج المحلي، والعمل على تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات على إنشاء شركات الخدمات الرياضية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة الطب الرياضي وتحفيز الاستثمارات للألعاب الرياضية والإلكترونية. وشفتوا انتم مشروع الأهلي، بضرب مثل وأتمنى الزمالك يسلك نفس المسلك، دي مليارات الجنيهات الشركات دي. أنا جبت لك الأرقام، التوسع في برنامج الطرح الاستثماري في الأندية ومراكز الشباب، والتوسع في دمج الاقتصاد الخاص والغير رسمي. وزارة الشباب والرياضة منذ أن تعدل القانون بتاع الرياضة ومواد التراخيص طلعت يا سيدي 410 شركة و518 رخصة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة 3,800,000,000 جنيه مصري. أتحدى حد يعرف الكلام ده؟ أو يقول لي الوزارة بتعمل يا باشا، أقول لك 3% من الناتج القومي تستهدفه الوزارة في المستقبل. التكلفة التقديرية خلال الفترة من 18 وحتى 23 للاستثمار في مراكز الشباب بلغت 14.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ 832 مشروع في 372 مركز شباب على مستوى الجمهورية بإجمالي عائد استثماري آخر بلغ 3.4 مليار. الاستثمار داخل مراكز الشباب والأندية المصرية كان ضمن مشروع طموح وضعته الوزارة للاستثمار بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل وزارة الشباب والرياضة مليم واحد أو مراكز الشباب أي تكلفة مالية، وتشمل هذه القيمة مبلغ 2 مليار جنيه قيمة إنشائية و 1.4 مليار جنيه قيمة حق انتفاع تقول منها 75% لمراكز الشباب. وهنا كان أنا حافظ الملف ده لان انا شغاله من سنه 89 بفضل الله، حافظ كنت الوزاره في المهندسين بلاطه بلاطه قبل ما تروح العاصمه الاداريه. ال 75 دي عارف كان مركز الشباب ياخد كم من الدوله؟ كان العدد كتير، 5000 10000 20000 25 في السنه، واللي يوصل 50 يدخل التاريخ. ال 75% دي الارقام اللي عندي في مركز الشباب بتعمل من 4 ل 5 مليون جنيه في السنه. وخلي بالك والمشاريع دي تتعامل من خلال جهات رقابية وشفافة وقصة كبيرة ولجنة وحوكمة، ومع ذلك تشجيع غير محدود للاستثمار الخاص. والوزارة بتاخد 25% لصالح انها تعيد تدويرها عشان تعمل أنشطة جديدة. المشروعات التي نفذت داخل مراكز الشباب بالتفصيل 137 حمام سباحة، 149 ملعبا رياضيا، 24 صالة رياضية، 77 قاعة متعددة الأغراض، 245 مشروع محلات تجارية، 101 كافتيريا، 99 مشروع متنوع في 19 محافظة، إجمالي 248 مزايدة في 170 منشأة رياضية ونادي، إجمالي القيمة الإنشائية بلغت 1,153,770,000.23، وإجمالي حق الانتفاع وصل ل 5,512,817.339، وبإجمالي عدد استثماري 6,666,587,326، طبعا كله بالجنيه المصري. إنشاء كيانات اقتصادية، ودي نقلة تانية جدا 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 جدا. بص، إنشاء كيانات اقتصادية تابعة لوزارة الشباب والرياضة لأول مرة في تاريخ مصر. أهو بقول لك على خبر ما أعتقدش إن حد يعرفه. الوزارة كمان عشان تتوسع إنها تجمع موارد بعيدة عن صندوق النشأ وميزانية الدولة، راحت بدأت تشارك في شركات ومصانع، فعملت مصنع نجيل صناعي بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة إنتاجية 2.5 مليون متر مربع بإجمالي أسهم 1,600,000 سهم بقيمة 160 مليون جنيه. ويمتلك صندوق التمويل الأهلي أول مرة في التاريخ الصندوق ده حد يحط فيه فلوس طول حياته، الدولة اللي بتحط والناس والأندية بتاخد ومراكز الشباب، أول مرة يجي له فلوس بعيد عن جيب الدولة في التاريخ. بص يا سيدي،
يمتلك الصندوق التمويل الاهلي المؤسس نسبة 40%. ورحم الله جمال عبد الناصر العظيم الذي انشا هذا الصندوق. والهيئه القوميه للانتاج الحربي عضو مؤسس بنسبه 40%، وشركه كونكرود عضو مؤسس بنسبه 20%. مصر في الاحصائيات بعد الاقتصاد والكلام ده راحت قفزت في افضل 10 مراكز بالتصنيف العالمي لعدد 11 اتحاد رياضي، وتصدرت المركز الاول في 4 لعبات رياضيه، فضلا عن صداره مصر على مستوى القاره الافريقيه في استضافه مقرات دائمه للاتحاد الرياضيه. الناس كانت هتطفش من هنا. اديك شايف الوزير مره كنت بتكلم معاه من شهرين ولا حاجه، قال لي انا ما بروحش دوله اعمل اجتماع واقعد مع وزير الا لما يسالني عن محمد صلاح. عشان كده احنا لما بنتدخل في حاجات ما تخصناك للحفاظ على ثروه اسمها محمد صلاح. عشان كده لما تصدى لحل ازمه محمد صلاح وحده دون غيره كانت دوله بتحافظ على كيان اسمه محمد صلاح ومؤسسه اسمها محمد صلاح. والدوله اللي حلت كل مشكلة محمد صلاح مع الجهاز الفني اللي كانت بسيطة جدا رغما عن أنف أي حد عايز يسرق الفرح ده، والدولة عندها وعي وفكر وتؤدة في اتخاذ القرار وهدوء بيوصلك إلى نتائج كويسة جدا، وده اللي احنا عايشينه في السنتين الأخرى كمان مع الدكتور أشرف صبحي. دعم الرموز الرياضية المصرية للتواجد وتولي المناصب، احنا كنا اختفينا، الجزئية دي أنا تعبت فيها جدا عشان أجمعها، اختفينا من الاتحادات الدولية. بص يا فندم عندنا إيه؟ الاتحادات الرياضية والقارية وعالمية، أصبح لدى مصر 35 مصري يتبوؤون رئاسة اتحاد رياضية قارية وعالمية وعربية، وعدد 39 نائب لرؤساء الاتحادات، و24 رئيس لجنة دولية وقارية، وعدد 112 عضو بلجان فنية وتنفيذية بمختلف الاتحادات، لأن أنا طول الوقت قلت دورنا فين؟ قوانا الناعمه فين؟ تعبت جدا وساعدني زملاء اعلاميين كبار في ان انا اجيب هذه المعلومات الرقميه الدقيقه، لم اعتمد فيها على وزاره الشباب والرياضه، لان ده انجاز يحسب للوزاره ويحسب للدوله المصريه. اختم معاك بالمشروع القومي للموهبه الحركيه. تعرف الكابتن مصطفى يونس معايا بعد دقيقه، مع علي ربنا يديله الصحه. كان يعني علي مولود، يعني ابني علي يعتبر، كابتن مصطفى اخويا الكبير. بص الحته دي ليه بقول لك بختم فيها وانا متاثر جدا وذوي الهمم وبقول بارك الله للرئيس وللدوله. اللي عنده حاله في البيت، يعني الحمد لله يمكن علي مصطفى يونس كان عنده شيء بسيط الحمد لله وخف منه في الاستيعاب وكلام زي كده. فتخيل لو عندك قعيد ولا عندك توحد لا قدر الله، ولا عندك هذا عطية من عند الله يمنح الله بها الناس للجنة على طول. الناس كانت بتحلم باللي انت هتشوفه ده. جزا الله هذا الرئيس كل خير والدولة المصرية. بص اتعمل لهم مشروع في وزارة الشباب والرياضة، المشروع القومي للموهبة الحركية، يستهدف ايه؟ اعداد جيل من الرياضيين من مراحل يروحوا يجيبوهم من البيوت يشوفوا ايه الشيء اللي يتناسب معاهم. بص بص شايف حتى هم مع الله واقفين كده مع الله، شوف انت بتعلمهم. شايف يعني يا جماعة انا ما لقيتش احلى من ده والله، مش دغدغة مشاعر. الاسر اللي بتكلمني عندهم الحالات دي من ذوي الهمم والاعاقات الحركية، مش عايز اقول لكم يعني ببقى فرحان ازاي وبيقولوا لي البرنامج الوحيد اللي بيتكلم عننا طول السنه، الناس بتتكلم عننا لما نلتقي الرئيس بس. انا دائم الكلام عنهم وبتابع برامجهم بدقه وبروح اقعد معاهم وبشارك في برامجهم. دول تجاره مع الله. يعني يمكن الاستاذ محمد عطيه، شوف اقول لك وصلنا لفين، وان كنت بقول لمعالي الوزير عهد مع الله، واحنا في يوم عرفات يا معالي الوزير ولو بتتفرج عليا، عهد مع الله أن تتضاعف هذه الأعداد. أرجوك تتضاعف هذه الأعداد زي ما قال لك الريس في آخر لقاء كنا فيه، هي لله. لازم الأعداد يا سيادة الوزير تتضاعف لو سمحت. بص يا فندم 1200 وصلوا لهم في مختلف اللعبات في المحافظات، بيبدأوا يبحثوا عن الأطفال في سن مبكر جداً. ولذلك اتمنى معالي الوزير يكون في رقم تليفون ثابت عليه واتساب
الاسر تتواصل معاكم ازاي؟ لان في اسر بتقول لي تعبانين في التواصل. العدد رائع ولكن نريد تطلعات اكتر باعداد اضعاف اضعاف هذا الرقم. نبحث ولو نقدر نبحث في اقل من ال4 سنين. ده شيء يخلينا ننمي موهبة حركية ونريح عن كاهل الأسرة حاجات كتيرة جدا ونتوسع في ده. ربنا يكرمك جدا في ده. زي ما احنا بنعمل للموهبة والبطل الأولمبي واللي احنا من خلاله صنعنا بطل رياضي يستطيع المنافسة في عدد 15 لعبة، كرة السلة واليد والتايكوندو وتنس الطاولة ورفع الأثقال والملاكمة والجودو وألعاب القوى والمصارعة والسكواش والسلاح والكاراتيه والكرة الطايرة على 4 مراحل متتالية تنتهي بكرة القدم، ليخرج لنا بطل الأولمبي يرفع علم مصر في المحافل الدولية. ونأمل في باريس إن يكون المردود ده شيء، والنص ساعة دي أنا طولت فيها 10 دقايق، معلش أنا آسف. إن شاء الله يكون لها قيمة لما تشوفوا علم مصر بيرفرف، وانا متفائل جدا ان هنعمل حاجه في اولمبياد باريس. يا ريت نلاقي برنامج يكلمنا عن الغطاء التاميني من خلال ماذا انجزت وزاره التامينات والشؤون الاجتماعيه. يا ريت نلاقي برنامج يقول لنا ماذا صنعت التومين من خلال برنامج يجيب لنا احصائيات وارقام عن وزاره التومين، عن وزاره البترول، عن التربيه. واكيد طموحاتنا كبيره، واكيد عندنا اخفاقات، واكيد تطلعاتنا اكبر. احنا 120 مليون مهما عملنا عايزين اضعاف ما يتم فعله. لكن والله صدقوني واحنا في يوم عرفة، الدول لا تبنى برغيف العيش ولا تبنى بمكافآت مالية ولا مرتبات عالية، وإنما الدول تبنى بالتكاتف والحفاظ عليها من الجميع. مصر وسط حزام ناري يحيط بها المؤامرات من كل مكان. أن تصنع في مجال الشباب والرياضة هذا الذي ذكرته وهو لا يتعدى 10% من حاجات تحتاج إلى حلقات، ولكن أنا ما حبيتش أجيب لكم حاجات أكاديمية او حاجات تكنيكال، عايزه متخصصين. حبيت اوصل معاكم للمستوى الشعبي بتاعي اللي بتفهموا مني وافهموا منكم، ولما بتكلم اقدر اوصل لكم معلومه. ده اللي يهمكم في مجلد ممكن لا يستوعب ما تم انجازه في 10 سنوات في مجال الشباب والرياضه، وفي التحديد في اخر 5.5 أو 6 سنوات من حكومه مصطفى مدبولي في وجود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبتوجيهات واضحه. على فكره ده اكتر وزاره اهتمت بالشباب والرياضه، واكتر رئيس التقى الحكومه ووزير الشباب معا ومنفصلا من اجل المشروعات القوميه. بلا بنيه اساسيه لا توجد دول ناجحه في الرياضه، وبلا ملاعب وقرى ومنشآت ذكية احنا كنا في 60 داهية متأخرين. نقول كلمة الحق والباقي على الله. تعظيم سلام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انا بختم الفقرة دي وبقول له حج مبرور يا سيادة الرئيس، وهو وصل الحمد لله الى المدينة المنورة منذ 48 ساعة وقضى أوقاتا ممتعة في المدينة المنورة، مدينة رسول الله وأمير المدينة المنورة في استقبال فخامة الرئيس. ثم كانت له صور في الروضة الشريفة زي ما انتم شايفين، ويعني أنا مش عايز أتكلم كتير لأن أنا شفت بعيني دموع هذا الرجل وشفته في أكتر من لقاء دايما وأبدا بعيدا عن الكاميرات. فلنتق الله فيما نقدم لان احنا هنلاقي رب كريم لن ينفعنا الا عملنا. وثم بعد ذلك غادر المدينه المنوره منذ ساعات متوجها الى مكه، حيث التوجه مباشره الى صعيد عرفات والوقوف مع الحجيج وقفه عرفات والحج عرفه. تقبل الله من الرئيس ومن سائر كل المسلمين في كل ربوع هذه الأرض، وحمى الله هذا الوطن من كل الشرائر والفتن ما ظهر منها وما بطن، ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية وطول العمر.